أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم المسح على الجورب أو الشراب الذي فيه خرق بسيط، وما هو الفرق بين الجورب والشراب؟ الجورب هو الشراب، ويشترط فيه أن يكون سميكا يستر ما وراءه، فإذا كان فيه خروق أو شقوق يظهر شيء من الجلد فلا يمسح عليه لأنه ليس حائلا. أما إذا كان الشيء الذي فيه غير ظاهر مثل خلل النسيج، شيء غير ظاهر، فهذا لا يضر، خلل النسيج ما يضر. نعم.